تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته السامية الكريمة صباح اليوم الافتتاح الرسمي للأكاديمية السلطانية للإدارة في حي الوزارات بالخوير. فلدى وصول جلالته أيده الله إلى مقر الأكاديمية تشرف باستقباله كل من معالي السيد خالد بن هلال المساعدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية للإدارة، وسعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة وأعضاء مجلس الأمناء بالأكاديمية. عقب ذلك تفضل جلالة السلطان المعظم أيده الله بوضع مفتاح رمزي على بوابة مستوحاة من حاضر عمان الزاهر ومستلهمة من خطابات جلالته المشجعة على الانفتاح على العالم مع التمسك والاعتزاز بالهوية والقيم العمانية إيذانا بافتتاح الأكاديمية. وعكست نقوش البوابة الرمزية هوية الأكاديمية السلطانية للإدارة التي تمزج بين الإرث العريق والمستقبل الواعد باستخدام الشكل الرئيسي لبوابة قصر العلم العامر بصفته الواجهة القيادية لسلطنة عمان. بعدها قام جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بجولة شاملة في أروقة الأكاديمية، مستمعا عزه الله إلى موجز عن المبنى الذي تم تصميمه بناء على أعلى المعايير التي تلائم الدور المحوري للأكاديمية، فتم التركيز على توفير بيئة عمل وتعلم ملهمة تحفز الإبداع والتفكير وتبادل المعرفة وتعزز تجربة التعلم والابتكار، حيث يشكل مبنى الأكاديمية تجربة يمكن الاستفادة منها في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما التقى جلالته خلال جولته بأعضاء المجلس الاستشاري الدولي للأكاديمية السلطانية للإدارة. ويتكون المبنى من 5 أدوار تتنوع مرافقه بين مساحات العمل المشتركة ومساحات التعلم والتجربة ومختبرات للأفكار وكبسولات للاجتماعات، فيما خصص دور كامل لمركز القيادات. وروعي في التصميم إيجاد بيئة عمل تأخذ أبعاداً 3: بيئة صحية من الناحية الجمالية وتوزيع الإضاءة والمساحات الخضراء، وذكية بدمج التكنولوجيا بكافة المرافق وتطوير نظام تقني متكامل، ووجود كبسولات للاجتماعات لعقد الاجتماعات الافتراضية، وتفاعلية بوجود المساحات التشاركية المتنوعة التي تتيح الحرية والمرونة للموظفين بعيداً عن فكرة المكاتب الثابتة. وفي ختام الزيارة السامية الكريمة تفضل جلالة السلطان المعظم فتقبل هدية تذكارية من الأكاديمية السلطانية للإدارة تشرف بتقديمها لجلالته سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية، حيث جسدت الهدية التذكارية بوابة الافتتاح الرسمي للأكاديمية، وهي عبارة عن تحفة فنية تعبر عن انفتاح متوازن على العالم ومصنوعة من خشب الجوز وخشب السبلي والرخام العماني الخالص. يقابلها مفتاح فضي يحاكي هوية الأكاديمية ويدل على عبور المستقبل بثقة وعزم تعكس القوة والتأثير وتجسد الحكمة والأحكام والرؤية والتواصل بصيغة عمانية أصيلة. حضر حفل الافتتاح الرسمي بمعية جلالته عدد من أصحاب السمو والمعالي ورئيسا مجلسي الدولة والشورى، وعدد من أصحاب السعادة وأعضاء مجلس الأمناء والمجلس الاستشاري الدولي للأكاديمية. وقد أبدى سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة بالغ شكره وامتنانه لتفضل جلالة السلطان المعظم أيده الله بتدشين الأكاديمية، مؤكدا على الشعور بالفخر والمسؤولية تجاه اقتران الأكاديمية وتشرفها بالرعاية الفخرية السامية لجلالة السلطان المعظم، وتوجيهات جلالته السديدة التي ترسخ الاهتمام برأس المال البشري وجعل سلطنة عمان في مصاف الدول المتقدمة بسمات عمانية، مضيفا بأن دور الأكاديمية السلطانية للإدارة لا يتوقف عند حدود عملية تطوير القيادات، بل كونها
بيئة حاضنة لمختلف المجتمعات القيادية في سلطنة عمان عبر برامج وحوارات ممنهجة ومساحات تشاركية لتأطير الأفكار والمبادرات والمعالجات. وأضاف سعادته بأن الأكاديمية السلطانية للإدارة ستوفر بيئة عمل وتعلم محفزة لتكون أحد ركائز خلق الأفكار الإبداعية وتبادل المعرفة وتحقيق الترابط وتعزيز التواصل بين القيادات لتضفي على الممارسات العملية القواعد العلمية. الجدير بالذكر أن الأكاديمية السلطانية للإدارة تحظى بالرعاية الفخرية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه منذ تأسيسها بمرسوم سلطاني سام في 11 من يناير من عام 2022، وتهدف إلى تطوير القيادات الوطنية بمختلف مستوياتها الإدارية بالقطاعين العام والخاص، وذلك من خلال منظومة متكاملة من المراكز المتخصصة والمبادرات والبرامج التي تستند إلى أبرز مفاهيم وأساليب الإدارة الحديثة.